الرئيس عبد الناصر لم يكن يتدخل في عمل هيكل على الاطلاق. وكانوا الاثنين يشبهوا بعض في حب الاطلاع والثقافه، يعني عبد الناصر هو طالب في الكليه الحربيه قرا كل الكتب الموجوده في مكتبه الكليه الحربيه. وظل يقرا الى ان مات. فلما جاء رئيس السادات وجلس ودخل له سامي شرف الملفات والحاجات دي كلها، راح عاملها كده مع المكتب، قال له انتوا عايزين تموتوني زي ما موتوه بالقرايه؟ فهي الفكره هنا، الفكره كيف تتلاقى كيمياء العلاقات. يعني ازاي الكيمياء تبقى واحده، تبقى قريبه من بعضها. الاستاذ هيكل عبد الناصر كان احيانا يكتب افكار، وكان ساعات يكتب اخبار. يعني انا عندي اوراق بخطه، خبر الف شين الف لبس هذا الخبر، وروح كاتب الخبر. فلان الفلاني لكذا على عبد القادر حاتم، حاجات كده. فلما يتدخل الرئيس عبد الناصر في عمل الاستاذ هيكل، ولم يكن هناك حدود يفرضها جمال عبد الناصر على عمل هيكل، ولذلك الاهرام كانت نورت العالم الثالث كله، كانت اطلاله مصر فعلا على القرن ال 21. لانه لما مثلا جه نجيب محفوظ كتب اولاد حارتنا اللي منعوها بعد كده، نشرت في الاهرام. لما توفيق الحكيم كتب بنك القلق وكتب ثرثره على النيل، نشرت في الاهرام. فانت قدام 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 مسؤول يريد لوطنه ان يكون بالفعل وطنا رائدا زي ما قال الضيف اللي كان قبل مني حوالين دور مصر في افريقيا. لن تكون الرياده ميكانيكيه، الرياده مش فرضيه جغرافيه، مش بالعافيه. اذا لم يفرض الموقع الجغرافي العبقري العظيم الذي تكلم عنه جمال حمدان دورا على عاتق البشر لكي ينهضوا بهذا الدور تتردى. بس هي الحال اللي بتقوله ده يعني ليه فلسفه ما حصلتش بعد كده في السنين اللي اعقبت هذه الفتره، انه ازاي يبقى مؤسسه تابعه للدوله، مؤسسه قوميه زي ما بنقول، لكن ليها مطلق الحريه في نشر ما تراه مناسبا، مش نشر برضه على مزاجها يعني، بس ما تراه مناسبا. هنا فكره القطرات، يعني فكره انت بتعملي التقدم دي ما اتكررتش، ما اتكررتش. نتيجه انه الذي حصل في فتره الرئيس عبد الناصر انك كنت بتكسري المألوف. بتكسري المألوف، يعني كسرت الملكيه بالجمهوريه، كسرتي سيطره الاقطاع وراس المال بالاصلاح الزراعي وبحقوق العمال. والناس متصوره ان قانون الاصلاح الزراعي هو اول قانون. لا، اول قانون كان في اغسطس بعد 15 يوم من الثوره، وهو تحديد عدد ساعات العمل والحد الادنى لاجور العمال في اغسطس 52. وبعدين جاء بعد كده تحديد الملكيه الزراعيه الاولاني، ثم حصل التمصير لما دعا الراسماليه المصريه علشان تطور، فقالوا لا احنا الراسماليه جبانه مش عايزين نطور. انت دخلت في كسر المالوف. الفكره الاشتراكيه، الفكره كذا كذا، فكره القوميه العربيه، فكره التحرر الوطني. الناس بتتكلم عن بلير ولا مش عارف عن بريطانيا باعتبارها الطريق الثالث. لا، الطريق الثالث كان مبكرا صنعه هذا الوطن العظيم الذي ننتمي اليه، لما قالوا في حرب بارده وفي شرق وفي غرب. احنا قلنا احنا عدم الحياز، واحنا حياد ايجابي، واحنا هنبني نفسنا بنفسنا، نحن لا هنا ولا هناك، نحن مع مصر. وكنا دولا اخرى ايضا في هذا الوقت. دلوقتي في امريكا اللاتينيه بيعتبروا نفسهم مصريين، يعني لما يقف شافيز يقول ايما ناصر، انا ناصري، وبتاع البرازيل وبتاع اورجواي، انت بتكلمي قدام وطن على وطن لحد قريب، مش لحد قريب، افريقيا كلها بغير استثناء. لما مانديلا جه مصر العظيم، اول حاجه عملها راح زار ضريح عبد الناصر وشاف محمد فايق اللي كان وزير هنا في هذا المبنى. ايوه طيب اتفضل. يعني كان عندي سؤال، يعني خايف تفوت الحلقه قبل ما اساله. هل هناك خط فاصل بين صحافه ما قبل 52 وما بعد 52؟ البعض بيرى انها اسست لصحافه السلطه. هل الصحافه قبل كده كانت اكثر حريه وافرزت كل هذا العدد من الجيل الرائع المثقف من صحفيين وادباء؟ شوف، تقييم الفترات التاريخيه يتم وفق منهج علمي، بمعنى لا استطيع ان اقول ان هذا او افعل التفضيل ايهما كان افضل، لا تدخل في التقييمات التاريخيه. انما نقول ايه، كان هناك مشربا او اتجاها شبه ليبرالي، لانك انت مش حاجه اسمها ليبراليه في ظل السكرتير الثالث للسفاره البريطانيه، عندك احتلال في البلد، يعني يقدر يرفع سماح تليفون يقول له يا جلاله الملك شيل النحاس، يا جلاله الملك حط عدلي يكن، يا جلاله الملك حط، مش ده اللي كان بيحصل؟
هتقولي ان في بنيه ليبراليه واستقلال وطني، ما الليبراليه قرينه بالدوله الوطنيه، الليبراليه قرينه بالدوله الوطنيه، قرينه بالاستقلال الوطني. طب تفسيرك لكل هذا اللي عايز اقوله انه كان في تنفس وكان في حركه وطنيه. تفسيري انه الحركه الوطنيه كانت مشتعله جدا قبل 52 وكان فيه نشاط كبير جدا لما يسمى بقوى اليسار، يعني كان عندك حديدته الشيوعيه وكان عندك مصر الفتاه وكان عندك وكان عندك الى اخره، وكانت الناس كلها متوحده حول هدف وطني محدد وهو رحيل الاستعمار وتحقيق الاستقلال. ومن هنا تبارى الناس لما 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 حد يقول اللي على اكبر راس في البلد زي العقاد ما دخل السجن عشان سب الذات الملكيه، كان في موضوع الاستقلال، وموضوع موضوع الاستقلال هو الاساس. لما جيت بعد 52 لم يحدث مره واحده، واتحدى ان جمال عبد الناصر اتكلم ان الحريه اللي موجوده هي حريه ليبراليه، انما كان بيتكلم عن الديمقراطيه المركزيه، الديمقراطيه الاجتماعيه، انه علشان تعمل ديمقراطيه حقيقيه بالمفهوم بتاع الكتاب بتاع الغرب لا حريه لجائع ولا لحافي. انت كان عندك حاجه اسمها مشروع مقاومه الحفاء، الناس كانت بتموت في سن 35 سنه، لما كان حد يعيا في طنطا علشان ينقلوه لدكتور في القاهره كان يفطس قبل ما يجي، فبالتالي كان متوسط الاعمار 35 40، واللي يوصل ل 50 سنه يقول لك يا ده راجل عجوز قوي ده عنده 50 سنه. وقد تداركنا الوقت، لكن برضو البعض بيرى ان يعني هذه الفتره افرزت. انا صدر على راي احد ماشي، الفتره اللي قبل 52 كانت كويسه وبعد 52 فيها ايجابيات، بس هي المصيبه السوداء بقى ان طب ايه اللي وصلنا للنقطه لا نستفيد من دروس التاريخ، ما الذي جعل هذا وما الذي ادى بهذا، وكيف نستطيع الان ان نقدم اعلاما مسؤولا وحرا ومثقفا يستطيع ان يكون راي عام وطني مستنير محدش يضحك عليه، لا بدقن ولا بزبيبه ولا بعمامه لا سوده ولا بيضه. الفكره هنا كيف يستطيع الاعلام من دروس ما قبل 52 وما بعد 52، الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، كيف نستطيع ان ننتقل بوطننا الى مرحله جديده يكون فيها الراي العام هو القائد الحقيقي للوطن. شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده استاذ احمد جدا على هذا اللقاء، دايما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لحلقتنا القاهره. تصبحوا على خير.